عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، ورحب بيكم في الرحلة اللي ابتديناها من سنوات وإحنا بنتكلم عن معرفة الحق، أن نتعلم طرق الله، أن نعرف من هو الله، من هو الإنسان اللي الله خلقه على صورته، ما هي الدعوة الحقيقية التي دعانا إليها الله لكي نحياه. وصلنا في الفصل 14 عن العلاقات الإنسانية، تكلمنا عن مبادئ عامة، تكلمنا عن مبادئ اختيار شريك الحياة، تكلمنا عن مبادئ العلاقات الزوجية، وبنتكلم دلوقتي عن مبادئ تربية الأولاد. ربي ولدك، استثمر فيه، أنت مسؤول أن تجعل منه الإنسان الذي أراده الله أن يكون. ابنك بيولد غير مشكل، أناملك المحبة الحانية تستطيع أن تصنع هذا الإناء ليكون في أروع صورة ممكنة. تكلمنا عن المبادئ ديت، مبادئ تربية الأولاد، قلنا عندنا 12 مبدأ رئيسي. تكلمنا حتى الآن عن 6 مبادئ، احنا في منتصف الطريق، كنا نظن أننا هنمشي أسرع من كده، لكن الأسئلة بتاعتكم وثرائها والمناقشة مساعدانا جدا أن نتوقف عند نقط هامة جدا عشان نتأكد أن احنا فاهمين، أن احنا مقتنعين، أن احنا عارفين إزاي نطبق ده في الواقع العمل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المبدأ المهم جدا اللي هي فكرة التأديب والفرق بينها وبين العقاب، وشرحنا ازاي نعمل كده. احنا بقالنا تقريبا حلقتين في النقطة ديت، احنا مستعدين نقضي اكبر وقت ممكن، عايزين نتأكد ان الحقيقة ديت واضحة للأذهان وواضحة للواقع التطبيقي. فاسمحوا لي قبل ما أنقل للمبدأ العديد السابع أننا مرة تانية نبص في الجدول دوت، الفرق ما بين العقاب وما بين التأديب. أنا عايز أتأكد وأنا بأدب ابني أني بلتزم بالمبادئ ديت. الطريقة لتأدية هذا الأمر قلنا واحدة من الطرق ديت، فكرة أني بناقشه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين ببعده لقطه عشان يقعد مع بعضه مع نفسه شوية ويراجع نفسه فيما يفعل ويقدم سبب جوهري ليه هو مصر على الخطأ، وبعدين بلجأ للألم الذي لا يكسر، استخدام العصا الخشبية الممزوجة بالمحبة، وإن دي ممكن تصلح لفترة معينة من عمر الطفل، قبلها ما ينفعش وبعدها كمان ما ينفعش. ما بنقولش إن دي الطريقة الوحيدة، بنقول دي إحدى الطرق اللي تقدر توصل الحب اللي بيوجع من غير ما بيكسر، اللي بيوجع عشان يوقظ ضميري ويصحيني ويفهمني اني انا ماشي في سكة غلط واني محتاج اني اراجع نفسي وارجع الى الطرق المستقيمة. عايز اتوقف عشان اتأكد ان احنا غطينا الاسئلة المختلفة في موضوع التربية بالتأديب وليس بالعقاب قبل ما ننقل للمبدأ السابع. في اسئلة لسه موجودة، اوكي؟ فضلي. عندي سؤالين. أول سؤال، الطفل بيعمل غلطات كتير أثناء اليوم، فأنا باخده في كل غلطة بدخل بيه الأوضة وبفهمه وبنحكي مع بعض وقصة اللي احنا شرحناها في التأديب. بتعملي كده ولا بتوعدي انك هتعملي كده؟ ان شاء الله هعمل كده. يعني لسه ما حصل. اوكي. فبعد نص ساعة غلطة تاني، فاحنا ندخل تاني الأوضة، بعد شوية غلطة تاني، فاحنا طول اليوم بندخل ونطلع الأوضة. وبعدين طب لما نيجي مرة جاي الحمام مش لازم فبعد ثالث مرة يعني الطفل هينسى انه دي ثالث مرة ليه في الغلطة دي، مش وانا نفسي هنسى انه دي ثالث مرة في الغلطة الطفل دي. الطفل طول النهار يرتكب اخطاء اخلاقية، احنا بنقلل التأديب في الاخطاء الايه
أخلاقية، الخطأ والصواب. مش بنتكلم عن التأديب في كل حاجة، مش كده؟ يعني فاهمين الفرق ما بين الاثنين؟ فهل هو بيرتكب من الذنوب والمعاصي في اليوم الواحد هذه الكسرة؟ أنا أشك. خلي بالكوا إحنا بنبني فوق بعضه. إحنا في البند رقم كام؟ 6. أنا عامل 5 وماشي في 6، ولا أنا ما عملتش 5 قبل كده؟ فاهمين بقول إيه؟ لو احنا مش ثابتين في المبادئ، لو احنا مش متفقين في المبادئ، لو احنا بنتخانق، لو احنا الولد ده هيعمل مليون غلطه، هيبقى ماشي يكسر كل حاجه ويلخبط كل حاجه. لكن انا بتكلم عن البناء السليم، ان انا عندي قواعد بتخلي الدنيا ثابته. وبالكتير في اليوم الواحد هيعمل حاجتين غلط محتاجين اراجعه فيهم كأخلاق، كتصرف صحيح أو خطأ، يعني أخلاقيا صح وغلط، صواب. فهمان اللي عايز أقول؟ لكن مش بيعمل 10 ورا بعض، معقول؟ هو أنا لسه هجرب بعد ما الحمد لله. ما افتكرش إنه إن 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 بالكسرة دي أبدا. ما بالعكس، انا ده ادوني انتم مثال انه عمال يعمل الاخطاء بي 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 بيزني ويقتل ويسرق ويكذب ورا بعض كده. يعني عندك امثله؟ اتفضلي اديها كده، تدينا امثله اتفضلي. يعني هل انا اعتبر ان انا لما اقول مثلا حاجه ما يمسكهاش وهو يعني يكررها كذا مره في اليوم، ان احنا نطلع مثلا فوق الترابيزه ونطلع علشان نفتح المكتبه ونقول وننزل، دي حاجة، ضرب أخوه مثلا، حاجات بقى من دي طول اليوم نعمل كده. فهل يعني إنه يضرب أخوه مثلا أسويها دي حاجة أخلاقية؟ لكن إنه بيطلع يفتح المكتبة، ها؟ أنا أقدر أعمل إيه؟ أقفلها وأشيل الكرسي. يعني في حاجات أنا أقدر أعملها أخليه ما يعرفش يعمل اللي أنا بقوله عليه ما تعملوش. أنا عايز أقلل بقدر الإمكان هذه المواجهة معاه. أنا عايز أركز على الحاجات الكبيرة المهمة اللي بتحدد إنه الولد ده هيروح شمال ولا يمين ولا هيمشي عدل. فهماني أنا عايز أقوله؟ إن أنا ما تمسكش دي، ما تلعبش في دي، ما تاخدش دي طول الوقت، منع 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 منع، وحاجات مش أخلاق. الولد عايز يلعب كويس، فأنا لازم أتفق معاه إيه اللي يعمله إيه ما يعملوش. بلاش دي، خد دي، ما تعملش دي عشان دي مش للعب، لكن دي للعب. لكن لا 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 ومفيش طب هعمل ايه؟ ايه هعمل؟ لا هيتحداني. فهماني انا عايز اقول ايه؟ في بعض الناس بقى البيت ما متوضب والفازات والبيبلوات والحاجات كلها، يعني وممنوع اللمس والاقتراب. طب ما ده مش بيت لطفل، نلم الحاجات دي نحطه في دولاب كده بتاع ونروح قافلين عليه ونسيبه يهيص. يعني وضع، يعني لازم اديله الحريه بتاعه الحركه. لازم افهمه ان ده طفل عايز يلعب وعايز يكتشف وعايز يفتح الحاجه ويبص فيها وعايز يمد ايده يلعب بيها. يعني احنا حفيدتنا دلوقتي عندنا دولاب كده، يعني في شويه حاجات فضيه كده، عارفين فبيسموه النيش يعني، او يعني فتيجي عنده وعايزه تفتحه. لا بالعكس، نروح فاتحينه لها وشايلينها، فتروح ماسكه حاجه كده من الحاجات نديها لها، فتمسكها كده شويه وبتاعدين ناخدها نحطها ونقفل الدولاب. فبعد شويه عايزه تعمل ايه؟ تفتح، نفتح وتاخد الحاجه وبعدين نحطها وبعدين تقفله. وبعد شويه عايزه تعمل ايه؟ عايزين تفتحوا. يعني بنلعب، ما لازم نلعب، ولازم نلعب ولازم تكتشف، وده بينمي ذكائها. فماني انا مش خايف على حاجة قوي. وبعدين لو حاجة من دي كسرت ما تتكسر، الشيء ولا الشخص، انا خايف عليه من حاجة تعوره، انا مش خايف على الحاجة. وبعدين حاجة سمينة واقول اشيلها بعيد عنه. وبعدين دي ممنوع، لازم يبقى في حاجة ايه؟ مسموح بيها، فيعمل ايه؟ اديها له. فاهم اللي عايز اقوله ايه؟ يعني ده
عايز يلعب، عايز يتحرك، عايز يكتشف، عايز يزوق، عايز يلف الاوضه دي، عايز ياخد الاوضه دي، تتعلم المشي دلوقتي، فتخبزك هنا وتفضل المشي وتخش الاوضه، لا مش الاوضه دي، وبعدين سيبها، مش انا ماشي، لا لا اقفل بقى، انا عايزها تكتشف، انا عايز اوسع المدارك بتاعتها. واضح الفكره؟ لا 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 لا، هيكسر كل القوانين. لا لازم تبقى اقل ما يمكن واكتر ما يمكن. ضرب اخوه، لا، وبعدين بجيبهم لانه ممكن يضربوا بعض، وبعدين يعني ايمان يمكن تقدر تجاوب على الحكايه دي احسن مني، كانت بتعمل ايه؟ لان غايب على البيت وبيتخانقوا مع بعض، عارف احسن حاجه تعملي ايه؟ تسيبيهم وتخرجي وتسيبي الاوضه، الخناقه هتقف، الخناقه هتقف طول ما انت موجوده، هيتخانقوا لان في بابا يحوش او ماما هتحوش، لكن اول ما يبقاش في بابا وماما ومحدش هيحوش هيوقفوا الخناقه. ايه؟ مفيش جمهور. مفيش جمهور، ايوه بالظبط، هو عايز جمهور، عايز سخن، مفيش حد بيسخن، تطفي. ف اتفضل. في بعض الاوقات من كتر الاوامر لا 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 بحس ان هو خلاص بيفصل، فهو مش عايز يسمع تاني حاجه مني طبعا، وعايز يعمل اللي في دماغه طبعا. حتى يعني انا بعتبر مثلا في بعض الاوقات هو بيدخل المطبخ يجيب مثلا بعض الحاجات من المطبخ يطلعها في الصاله، اللعب بتاعته نكون موضبينها حطيناها رتبناها، اروح الشغل الصبح ارجع الاقي الصاله الاوضه بعض شويه في الطرق، يعني قربنا ندخل على الحمام، فكل حاجه منتشره في كل مكان. ف وعايز مثلا يلعب درامز فيجيب الحلل ويقعد ويعمل ويجيب الخشب ويعيش حياته. ده طفل هادي جدا. انا بحاول اشكر ربنا على كده يعني. بس لا بحس فعلا في بعض الاوقات انه من كتر الاوامر كتر الاوامر بيبقى خلاص مش عايز يسمع حاجه تاني. انت بتاكد على اللي انا بقوله؟ انا باكد. اشكرك. فيعني دي يمكن تكون شويه نقطه خلاف في انه يعني انا بحاول يعني بتوقع كده انه هو كل ما الطفل ما بيسمع لا هنا ما ينفعش، لا هنا مش مسموح، لا دي مش تبعك، لا دي مش عارف ايه، لا بحس انه وغصب عننا في بعض الاوقات ان احنا يعني مش قادرين نشيل كل حاجه في اعلى حته يعني، ف يبقى نشيل كل حاجه فوق النيش مثلا او فوق الدولاب. احنا كان عندنا ثلاث ولاد، انا مش عارف ايمان كانت بتعمل ايه في البيت. احنا عندنا ولدين. لا احنا ثلاثه. فانا عايز اسمع ممكن ايمان مراتي معانا في الحلقه ديت، انها كأم لثلاث ولاد يعني اشقيه وثلاثه مع بعض، فيعني كانت بتعمل ايه في البيت؟ بتتصرف ازاي مع الشقاوه ومع اللخبطه اللي انتوا بتقولوها ديت، وعايز يطلعه وعايز يعملوا لعب؟ فين احنا كنا بنبتدي نقول ده غلط وصح؟ فين كانت بتقول لا هنا انا محتاج اقف واقول لده حدود ونخش في رحله التاديب؟ وفين مفيش رحله تاديب مش محتاج؟ ده الحياه الطبيعيه والتعبير الطبيعي عن الطفوله. فممكن ايمان بليز خدي المايك وتعالي هنا اشرحي لنا الحته دي وجاوبي لنا عليها. هو طبعا انا مش هقول اللي انا عملته بالظبط، لكن هقول اللي انا فهمته من عبر السنين يعني، واللي انا اتعلمته في الاخر، لكن مش اكيد ان انا من اول طفل فهمت كل حاجه بتتعمل ازاي، وان ده اللي عملته بالظبط من اول يوم. فاهمين قصدي؟ فاللي عايز اقوله طبعا احنا 90% من الحاجات اللي بنفضل نقول عليها لا 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 ممكن ما نقولش عليها لا ولا حاجه، ان احنا بنقول عليها لا علشان احنا نستريح، عشان احنا يعني نكبر دماغنا، لكن هو من حقه حاجات كتير قوي قوي ان احنا نقول عليها لا. دي هي الفكره، انه زي ما سامح كان بيقول الدافع اللي ورا الحاجه اللي بيعملها دي ايه؟ هو عايز، عنده طاقه عايز يطلعها، مش ذنبه. ما انا لو كبت الطاقه دي طب ما هيطلع جواه احباط، هيطلع بقى الاحباط اللي جواه في امور فعلا بقى اخلاقيا مش مظبوطه. فهو لازم يطلع طاقته، لازم يكتشف، ولازم يتنطط، ولازم البيت كله يبقى ملخبط ولعبه في كل حته، يعني كل الحاجات دي من حقه هو طفل. فان انا الحاجات اللي معظمها دوافعها بسيطه ومعظمها دوافعها بريئه، فانا هفضل اقول له لا لا لا، يتشقى ويلخبط ويشد وينزق عادي، وانا عليا ان انا اوضب بعد ما ينام على قد ما اقدر، وممكن اسيب الدنيا هيصه لانه الصبح هيعملها تاني. فهي الفكره انه احنا كميه الحاجات اللي بنقول عليها لا وبنظلمهم فيها دي بتخلي جواه احباط يخليه يغلط بجد. فاحنا محتاجين نراجع روحنا في موضوع امتى نقول لا. دي ارجو المبدا ده يكون موضوع واضح. بقى الخناق ده تحب اقوله؟ بليز. هي النقطه دي مهمه قوي قوي الحقيقه، لانه العيال اللي بتتخانق، اقولها باختصار، العيال اللي بتتخانق مع بعض دي حاجه صحيه اكتر بكتير من العيال اللي ما بتتخانقش. هما لما بيتخانقوا مع بعض بيحتكوا ببعض،
مهتمين ببعض، حاسين بوجود بعض. لكن لو كل واحد اشترى دماغه وقاعد في حاله وبيلعب في هدوء، دي علاقتهم هتطلع اضعف من لو كانوا بيتخانقوا مع بعض. ده بجد الخناق معناتها ان هم حياتهم في بعض، معناهم فهي العلاقه لازم يكون فيها كده وهم صغيرين. فالخناق مهم في الاطفال وصحي جدا، دي اول حاجه. فما نقلقش، ده مش معناتها ان هم انانيين ولا وحشين ولا اي حاجه، ده معناتها ان هم اطفال طبيعيين بيحبوا بعض وبيحبوا يحتكوا ببعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا دي حاجه بقى مؤلمه قوي للام، لا يعني من اصعب الحاجات، ما اعرفش الاب انا بقول كأم، يعني من اصعب الحاجات لما اشوف ابني بيضرب اخوه او دي حاجه بتبقى بتضايق جدا جدا جدا. فالحل ان انا اقول لهم روحوا اوضتكم وتخانقوا زي ما انتم عايزين. فوايتها اول حاجه انا هترحم من ان انا اتعب من ان انا اشوف المعركه دي بتحصل قدامي. الحاجه الثانيه ان هم لوحدهم زي ما سامح كان بيقول هيخافوا قوي، وهيخافوا على بعض ويخافوا ان هم ما يقفوش في الحته الصح، فهم تقريبا مش هيضربوا بعض والخناقه هتقف وعايفش يعني على بال ما بيوصلوا اوضتهم وعلى بال ما، فاساسا الخناقه ممكن ما تحصلش. فهي اسهل حاجه خشوا اوضتكم اقفلوا بابكم واعملوا اللي انتم عايزينه. فدي بتنقذ اعصابك من انها تتشد وان تتعبي، وفي نفس الوقت وكمان ما بتضطريش انك انت تتدخلي وتتدخلي غلط، لان انت مش عارفه كل الحقيقه فين. فلما بتتدخلي يعني عمرك ما تغلطي الغلطه دي انك تتدخلي، لانه ممكن قوي واحد يبان ان هو اللي غلبان، ممكن 100,000 حاجه. فانت لو دخلتي وخدتي صف المظلوم هتبقى مشكله كبيره. فاحسن حاجه انت ما تاخديش صف حد خالص، هم يخشوا ويتخانقوا ويصفوا معركتهم مع بعض، الا لو كان في باين ان في حد يعني واحد جنى على حد وضربه التاني يعني واقف كده وبينضرب، انا لازم احامي على اللي بينضرب. واضح الفكره؟ يعني ايه؟ او اتعور، فانا لازم اتدخل في الوقت ده. لكن الخناقات العاديه ديت اطلع براها، اطلع براها، اشتري دماغك، ده جزء من اللعب، ده جزء من انه بيكتشفوا بعض، ده جزء من ان هم بيتصاحبوا على بعض بلغه الطفوله. خلي بالكم من الفرق ما بين الحاجتين دول. اوكي، كنت عايزه اعرف من سن كام ابدا ان انا ما اتدخلش في الخناقه واقول لهم روحوا اوضتكم؟ يعني انا عندي 3.5 سنين وسنه ونص، فالصغير لما بيتضرب وانا حاولت ان انا ابقى بره الخناقه، لقيت ان الصغير ممكن يجي يتخانق معايا انا ويضربني انا، ان انا ما حميتش عنه. ولحد امتى اسيبه يعني يبهدل في المكان وانا الم واعلمه امتى ان هو اللي يلم؟ لا، 3.5 سنين وسنه ونص ده فرق كبير قوي قوي في العمر ده. يعني لما يكون 6.5 و8.5 غير 3.5 و1.5، ابو 1.5 ده ما فيش، يعني لازم عشان تقولي لهم يروحوا اوضتهم لازم يكون في تكافؤ، فانت متاكده ان هم هيعرفوا يتصرفوا. لكن 3.5 سنين بيضرب ابو سنه ونص، لازم تفكري يعني حسب بقى الموقف، لكن ما ينفعش طبعا ممكن يموته بتاع اللي سنه ونص ده، مش هيعرف يدافع عن نفسه. فهي طبعا لازم يكون في تكافؤ اكيد في الحاله دي، لازم تفكري اللي 3.5 سنين ده بيضربه ليه، غيران منه، فلازم انا افكر انا محتاج اتعامل مع غيرته. يعني هو متضايق منه ليه، بيضربه ليه، دي مهمه. لان سنه ونص ده مش بيأذي عشان اضربه، فاني بضربه ده معناه ان في حاجه مش مظبوطه جوه نفسيه التاني. واضح الفكره؟ وما يتسابش لوحده ده ابدا مع اخوه، لا يعني سنه ونص ده لسه ولا حاجه، ده لازم يبقى في ديلي انا. فيعني ارجو حكايه السن ديت وضحت. اوكي طيب، بس انا عايزه ارد على امتى يلم اللعب دي. احنا لازم نكون ريلاكس شويه، يعني العيال لازم يعرفوا ان الحياه حلوه وفيها، يعني احنا عايزين ننبسط وعايزين نلعب، والبيت يكركب يكركب وتتوسخ تتوسخ. يعني احنا محتاجين يعني ما نبقاش كشرين ولموا اللعب والنظام والنظافه لا، يعني لازم يبقوا العيال تبقى مبسوطه، لا تبقى مبسوطه وتكركب وتوسخ ويتوسخوا ويطينوا، مش اشكال. مش لازم يبقوا نضاف ومستحمين والبيت موضب، مش مهم. يعني هم لازم يعرفوا ان احنا في صفهم، احنا مش ان احنا البيت موضب ونظافتكم ونظافه البيت هي كل حاجه، لا بالعكس، احنا عايزينهم ينبسطوا وعايزينهم يلعبوا وعايزينهم يهيصوا وعايزينهم يكركبوا، واحنا معاك، ويلا انت تكركب وانا هكركب معاك. يعني انا احيانا بتعملي بتكبي انت بايدك السبت كله في الارض. فالفكره ان احنا العيال محتاجين يحسوا ان احنا في صفهم وان احنا عايزينهم فرحانين وعايزينهم مبسوطين، مش عايزين النظام والنظافه. طيب انا كنت عايزه اسال، لو بنتي صغيره بقى بتضرب بنتي الكبيره
والكبيره بتضايق قوي ايه وتقعد تعمل حركات كده بايديها يعني ان هي معترضه. برضو السن كام وكام؟ 1.5 و5.5. ايه 1.5 اللي بتضرب 5.5؟ اه. وهي يعني هي انا مش عارفه ليه بتعمل كده. هي مش بتضربها بس مثلا تزقها كده جامد او مثلا لو قعدها على الكبيره على رجلي تقوم زقها جامد. فكنت عايزه اسال الكبيره بقى بتضايق قوي وبتبقى عايزاني ادافع عنها وانا ببقى حاسه يعني يعني ببقى حاسه لا انت يعني محتاجه يعني مش عارفه صح ولا غلط يعني بس ببقى حاسه ما ينفعش يا لولي تنزيني طول الوقت تقولي ماما بتعملي مش عارف ايه. حاسه ان هي كبيره اناف ان هي تبقى مش يعني مش عارفه يعني حاسه متلخبطه شويه ان انا بحس ان هي ما ينفعش ان هي تقعد طول الوقت بعديها عني شليها عني او كده. وصل ولا هي احتمال كبير قوي ان تكون الصغيره عايزه كبيره تلعب معاها بتنكشها طبعا يعني ممكن يعني غالبا ده تعبير حب عند الصغيره. احيانا كتير الصغيرين بيعضوا وبيضربوا بيبقى ده تعبير حب مش نتيجه اجريشن. فغالبا انت كمان ممكن تحسي بكده لكن احتمال كبير قوي تكون هي عايزه يعني ده بتحب الكبيره فبتعبر لها بالطريقه دي. فاذا مش هعاقب الصغيره انها بتعمل كده وفي نفس الوقت مش مطلوب من الكبيره انها تتحمل كده لانها مش عايزه تتحمل ده. فانت فهميها فهمي الكبيره قولي هي بتعمل كده ده طريقه تعبيرها ليكي عن حبها ده طريقه انها بتنكشك او زي ما بتقول عايزاها تلعب معاها العبي هي بتنكشك بس من غير بخصب عليها برضو ما هي احتمال برضو اللي 5 سنين ونص مش عايزه تلعب دور الام فبتفهميها بحيث انها تفهم البنت صح فما تتضايقش منها وفي نفس الوقت يعني اذا حب يعني حلو انها تلغيها وانها تلعبها من غير ما انكد على الكبيره واخليها تعيش دور الام برضو يعني فاهمه قصدي يعني بصي لها لعبيها اعملي لها بتاع وعلى قد ما تقدري وخلاص وثانك يو فيري ماتش وخلاص. انا المشكله بقى انه يعني لما بتبتدي خناقه حتى في التهريج واللعب هي خناقه يعني بس بتبقى بين الثلاثه يعني والاعمار ده اللي كان عندنا في 5 سنين و10 سنين و14 سنه فالثلاثه بيهرجوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض وبي 5 و10 5 و10 و14 5 و9 و14 لا دول تسيبيهم يعني 4 سنين في اوضتهم وتقفلي عليهم وانت بتطمنه يعني لهم وفجأة بكارثه بقى لا لا مش كارثه هتحصل انا ببقى جربي قولي لهم انتوا يعني يعني حلوا مشاكلكم مع بعض انا ما هي ما بتنتهيش يا ايمان يعني فعلا ما بتنتهيش يعني يعني يا اما بيتخانقوا يا اما بيتخانقوا بتهريج يا اما بيتخانقوا بجد خلاص يا ده يا ده الاثنين حلوين بخاف ان هم بيهرجوا يعني بعض حد يقع يتكسر يتخبط يعني ان شاء الله لا يعني يعني فدي فعلا ما بقى لقينا يعني مش ممكن مش هيتخانقوا مع بعض ده احتمال مش وارد يعني دي ملهاش حل خالص هو دي هي دي ملهاش حل يعني مفيش ما عمرك ما هتلاقي في حل اسمه لو عملنا كده العيال مش هيتخانقوا مع بعض فده مش وارد هم هيفضلوا يتخانقوا فيعني الحل ايه الحق ليا لراحتي النفسيه وليهم هم ان هم يقفلوا على باب اوضتهم باب اوضتهم ويستفوا مع بعض جوه يعني ده مش مبدا احطه ان ممنوع تمد ايدك على اخوك او ممنوع تضربوا بعض او يعني انا بصراحه كنت بعافر في المبدا ده انه ممنوع تضربوا بعض ما ينفعش تضربوا بعض يعني وما جابش نتيجه ما جابش نتيجه مع وصول هي دي الفكره ما هي دي الفكره يعني بصي هم التهريج بجد هم اخوات وهم يعني احنا بنتكلم برضو فرنج عيال طبيعيه والام بتبقى حاسه بعيالها اذا كان فيهم حد محتاج دكتور نفساني ولا هم فرنج عيال طبيعيه لو هم فرنج بتاع عيال طبيعيين ودخلوا الاوضه في الاعمار اللي انت بتقوليها اكيد مش هيأذوا بعض ولو الصغير حب يأذي الوسطاني هيتدخل الكبير هيمنع يعني هم هيتصرفوا مع بعض بحنيه كافيه ان هم في الاخر مش هيبقى في اذيه هسيبهم جربي وربنا يسترنا اتفضلي بقول الحقيقه هو تعليق لو الولاد هنا كانوا حبوكي قوي واتبسطوا قوي وحاسوا ان احنا يعني اهالي فعلا كابتين على نفسهم طول الوقت يعني انا ولادي قاعدين متنشنين جدا 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 بره هما بيقولوا لكم ايه هتعملوا فينا ايه هدوم وكل لما نطلع الاوضه يمسكوا النوتة إيه انتوا كتبتوا ايه هتعملوا ايه يعني فالموضوع اتس تو بيج فور ذم انه حاسين انه في حاجه كبيره حاصله واحنا عمالين نطمنهم ده في صالحكم احنا هنبقى كويسين ومحترمين فانا عندي سؤال بس هو انا بعمل الثلاث خطوات او الاربع خطوات دول بس انا مش بعملهم جوه الاوضه يعني زي الموقف اللي حصل في الفيلم ده
البنت والبنت بيتخانقوا مع بعض انا بتدخل اون ذا سبوت يعني مش بسيب الضيفه واطلع واروح بمسك البنت والبنت واحكي معاهم انتوا ليه عملتوا كده مثلا ده صح ولا غلط ولا لازم بنتي دايما تبقى لوحديها يعني دايما ابقى في اوضه ولا ينفع اعمل هيدنج ده او يعني الانذارات دي واحنا قاعدين انت مش مسؤوله عن بنت الجيران انت باي حق هتقعدي تتكلمي معاها تقولي ده غلط وصح دي مامتها احنا بنحكي ايه اللي حصل لا ما انا اتفقنا اهو يعني لو هي خدت البنت وانت خدت البنت وقعدتوا حتى في الصاله بس كل واحد احكي لنا ايه اللي حصل معقول لكن ما اقدرش اخدهم هما الاثنين اقول لهم احكي لهم وانا هبقى الحكم البنت الجيران هتعيط مني وهتحس انت باي حق هتحاسبيني لو هي الام الثانيه فاهمه ومعانا ودارسه اللي معانا ديت ولما ده حصل كل واحد خد ابنه او بنته ابتدى يتكلم معاها وايه اللي حصل مقبوله يعني هو لازم يبقى الواحد اتنين تلاتة ده لازم سيبرت يعني لا لازم لأن ده حوار لوحدينا دايما ده حوار ما ينفعش قدام اخواتها ولا قدام اخواتها يعني او قدام اخواتنا كل يعني لا لا الولد او البنت لا 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 دي علاقه ده جزء من احنا بنعمل ايه في الكامبات والكامبات دي بقى تين ايجرز بنعمل ايه في الكامبات اللي بنعملها هنا في بيت الوادي الدبليو اس سي كامبس ديت اللي هي المخيمات الرياضيه بتاعه الشباب عندنا مبادئ عايزين نزرعها منها الديسيبلين منها الانضباط فبنعمل ديسيبلين فبنعمل تاديب عشان العيال ينضبطوا العيال جايين مش متربيين يعني بعضهم على الاقل يعني فاهم فبنلعب وعندنا قوانين معينه للعبه وقوانين معينه للنوم وعندنا نظام للكامب في نظام مش زي مؤتمر كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه فمن الاول بنقول النظام بتاعنا 1 2 3 4 والسنه دي حتى عملوها اغنيه في بدايه الحفل الافتتاح بنقول ادي القوانين او ادي الرولز بتاعه هذا الكامب بيجي حد يفايوليت يكسر يتحدى المبدا دوت مظبوط فيكسره فبنعمل معاه كده حبيبي ما تعملش كده احنا اتفقنا كده وخدنا عهد مع بعض ما نعملش كده بيفايوليتد اجين او بيكسر تاني وبيصر على الغلط ده حبيبي اتفقنا كده وده مش هينفع ويعني هيبقى فيه تاديب لو ما عملتش كده بيعملها تاني بنعمل تاديب التاديب ده بنعمله ايه بقى بيبقى يا الكونسلر بتاع الاوضه اللي ماسك الاوضه او لو الكونسلر خلاص نفسه اتقطع بيبقى في واحد مسؤول في الكامب على التاديب دوره يعمل التاديب دوت فبيروح واخد الشخص دوت ويعمل معاه الديسيبلين الديسيبلين ده ممكن يبقى مثلا هنلف التراك الكبير 10 مرات بيلفوا معاه وبيستغل الوقت ده بقى ان يحكي معاه احكي لي عن بابا احكي لي عن ماما احكي لي عن ظروفك احكي لي عن المدرسه في اغلب الاحيان في اللفه العشرة الولد ده بيسلم حياته المسيح بصغير حياته لان انا مش بعاقبه ده انا عملت له ديسب عملته معاه انا اتمشيت معاه 10 مرات بقول له اعمل ضغط 100 فبينزل فانا بنزل معاه هو بيفيص عند 20 وانا بكمل له ال 100 فبنتصاحب مش بعمل ده قدام الخلق كلهم كل ما كنا لوحدنا كل ما فرصة الديسيبلين دي تعمل ايه علاقة حميمة بيننا وبين بعض حوار عميق بيننا وبين بعض تواصل انساني عقلي ووجداني بيننا وبين بعض دي فرصتك لعلاقة اعمق من اي علاقات تانية واحنا بنلعب وبناكل وبنشرب فانا مش عايز اعملها وسط كل العيلة دي فرصتي ده انا بربي ابني ده انا بستثمر فيه ده انا بزرع في عقله القيم ده انا بناقش معاه المبادئ ده انا بعلمه يفكر صح صح هعمل كده وسط الدوشه وسط الناس قدام التلفزيون وكل حاجه بتحصل ده الكلمه الدارجه ان ما تعملش كده عشان انا هعاقبك فاغير كلمه مش اغير اصلا اوكي ما انا مش هستخدمها الكلمه ايوه ما انا عايزه اغير الفوكابي المصطلح ده بكلمه تانية مين لا اقوله مش كده عشان ده غلط ده انا بقول المره الثالثه والا ايه والا ايه بقول له هيبقى فيه ديسيبلين هيبقى فيه تاديب هتبقى فيه حاجه بتوجعك عشان ما تنساش وبنتفق عليها احيانا ومرات لما بيكبر بعد السن اللي فيه ما نستعملش العصايه بقول له اختار اختار ما بين ده وما بين ده وبين ده بخيره ثلاث اختيارات هو اللي بيختارها ربنا خير داوود ها تختار ده ولا ده ولا ده فانا بخيره اختار انه يقع في ايد ربنا عشان عارف انه رحيم فانا بخيره هو بيختار بنفسه ايه الحاجه اللي توجعه وما تكسروش فده لازم يبقى مش على الملا ولا ايه
احنا فهمنا المبدا، لو فهمنا المبدا هنعرف ازاي ننفذه الفكره. عشان كده احنا عملنا الليسته دي، انا عايز احافظ على قيم التاديب. تمام، اعملها بقى بطريقتك او، لكن المهم خلي بالك هنعمل دول، هنعمل دول بالطريقه التصاعديه، بالحوار، بالاقتناع، بالاتفاق، بحيث لما تيجي انفذ بقى التاديب اللي بيوجع هو متفق معايا، هو متفق معايا، احنا عملنا اتفاق. ينفع لو ماما عملت واحد اتنين تلاتة بابا يجي يعمل الرابعة على طول، ولا لازم يبتدي واحد اتنين تلاتة؟ ده غالبا كنا احنا بنعمل كده، هي عمرها ما عملت نمرة اربعة. ما قدرتش خالص تمسك العصاية، ما قدرتش. لا هي مش لازم تكون عصاية، مثلا بابا يجي يعرف ان واحد اتنين تلاتة ما تنفذيش، فيجي في الرابعة يقول خلاص كمبيوتر ما فيش لمدة اسبوع. هو ده هو ده اللي بيبقى جواه. ممكن، بس طبعا بس ما فيش نقاش، ما فيش نقاش بينه وبين الطفل. ما هو ده مش كويس. ما هو ده اللي عايز اعرفه، ينفع كده ولا لازم يبقى فيه حته طبعًا. حوار حبيبي احنا، انا عرفت ان حصل كذا واتفقتوا على كذا وحصل كذا، فاعيد معاه السكه دي، لان انا عايز كأب بالذات لو ده ولد، انا عايز كأب اصاحبه، فرصتي في الوقت ده دي فرصتي. عايز تقول تعليق؟ لا عايز اقول بس انه يعني مهمة قوي ايه الحاجات اللي انا بقعد اقول عليها لا دي، وتوصل في الاخر بين للعقاب، لحسن يكون في حاجات كتير من اللي بنقول عليها لا دي اصلا مش مفروض نقول عليها لا. يعني هي مفروض ان اللي اقول عليه لا او اوصل بيه للمرحله دي ده حاجه، حتى عيالكم هينبسطوا قوي من ايمان، فاهم؟ حاجه يعني فاهم قصدي. بعدين يعني احنا برضو المصريين بيوتنا قلبت نكد الى حد كبير من كتر اللا، من كتر موضوع المذاكره، ففي الاخر البيت بقى نكد، وبقيت العيال اول ما بتكبر تبقى عايزه تنزل مش عايزه تروح. فيعني برضو الام من واجبها انها تعمل بيت سعيد، بيت سعيد يعني، وفي العيال فرحانه ومش خايفه وبتلعب ومهيصه، وما فيش الرعب بتاع لا 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 لا. ليه 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 يعني الموضوع ده ما هوش مش مفروض ان هو يكون حاجه كتيره في البيت. فالجو ده حتى وبعدين مثلا عايزين الولد يلم البتاع، ممكن اديله موتيف، وممكن اقول له تعالى نلم مع بعض مثلا، ادي السبت اهو، تعال انا هديك البتاع وانت تروح تحطها مش عارف ايه، يعني احنا الاثنين مع بعض يعني. ممكن اعملها بطريقه فن، تبقى لعبه لعبه، ممكن اعملها بطريقه فن، ممكن اعملها بطريقه لذيذه، ممكن بس الفكره انه الجو سعيد والعيال فرحانه ومفيش ضغط، وافكر قوي انا اللا دي ليه؟ لالا تكون اللا دي عشان راحتي، لألا تكون اللا دي انا مش مركزه اصلا اهو لا او بس. بنعمل كده كتير قوي، لا ما تشدش مش عارف ايه من على الترابيزه. طب هو عايز يشدها هو يعني فاهم، ما فيش حاجه اسمها لا ما شدش البتاع من على الترابيزه يعني، ما هي عايزه انا عايزه اشدها يعني. فانا انا لازم اخدها، احس يا حبيبي اخدها وشيلها بعيد عشان ما تتكسرش. لكن هو يعني ايه اللي في مخه، ايه الدافع الوحش اللي هيخليه عايز يشد المفرز؟ ما هو مش عايز يكسر البتاعه، هو مش فاهم حاجات كتير عشان مش فاهم، وحاجات كتير عشان بيكتشف، وحاجات كتير عشان هو طفل. ففي الاخر لا 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 لا. طب انا بقى هقرفكم. خليني اضيف حته مهمه هنا قوي، يعني ارجع فكره الكامبات تاني. فكره الكامبات دي بيتعامل مع التين ايجرز، يعني الكامبات دي من سن 11 ل 17 اللي هو يعني اول مبدا بنقوله للستاف بتاعنا ان الكامب ده لازم يبقى فن، لازم العيال ينبسطوا، نبسطوا مع الاخر. بنقعد العيال يخترعوا في البرنامج ويعملوا فيه البدع عشان ازاي نخلي الاسبوع ده او الثمان ايام دي اسعد ايام للعيال دول، ازاي اليوم ما يعديش من غير مفاجآت والعاب والعيال ينبسطوا يطرشقوا من الانبساط. ده مفتاح الطفل انه ينبسط، انه ينبسط. ازاي اخلي البيت زي ما بتقول ايمان مكان انبساط، فن. احنا هنا تو ميك فن، تو هاف فن، احنا هنا عشان ننبسط. فهمتيني؟ مش هنا عشان الرولز. احنا هنا في الوادي يا اولاد عشان هنقضي اسعد اسبوع. تعالي اتفرجي على ازاي بيحجزوا دلوقتي، دول تين ايجرز، دول سن الطين. اتفرجي اول ما نفتح باب الحجز طوابير في الكنيسة، وصح ولو تأخرتوا ما خلاص قفل. ليه؟ معنى في ديسبلين، في ديسبلين، بس الديسبلين رقم كام؟ رقم ثلاثة. رقم واحد عندنا ايه؟ فن، انبساط.
رقم اتنين تشالنج، يخليه يعمل اللي عمره ما عمله في حياته. انا اللي بموطه، انا اللي بتحداه انه يبقى افضل، انا اللي بخليه يغلب خوفه، انا اللي بخليه يعمل حاجات ما عملهاش قبل كده، مش انا بمنعه من الحاجات اللي هو عايز يعملها. فانا بسطته تحديته وربيته. هيديني الحق اني اربيه لاني بسطته. ابسطيه هتاخدي الحق تربيه. خلي في اضيق الحد اللي لا اللي بعدها في تاديب، واوسع مجال اللي هو يلا ننبسط. هنا اقدر اقول ايه بقى؟ لخبطنا الدنيا وزعنا ايه، عايزين نوضب، انا عايز يوضب معايا وعايز اعلمه نوضب. هنا اقول له بقى لو وضبت معايا وساعدتني وانا بوضب لك حاجتك في شوكولاته، في مكافاه. بص المكافاه على ايه، دي المكافاه. ساعتها هيلم معايا، صح؟ هيلم معايا فهيريحني وفي مكافاه، فانا علمته الايجابي بالمكافاه، مش علمته ما يغلطش بالمكافاه. فاهمين اللي عايز اقوله؟ يعني المكافاه للسيربلس، للزياده، مش للناقص، مش للناقص. فاهمين بقول ايه؟ فانا معاه، انا ليه، انا هنا فور يو. الحب، الحب لما بنعرفه بنتكلم عنه في الزواج، انا من اجلك، انا هنا لاجلك، اعمل ايه عشان اسعدك؟ فاكرين يعني خدت الخدمه دي كذا مره، وات كان اي دو فور يو. لو انا بحب شريك حياتي اقول له اعمل لك ايه يبسطك، قول لي انا عايز اعمل لك ايه، لان مرات بنعمل حاجات ما تبسطوش، يعني اجيب له هديه مش هو اللي عايزها، فاهم؟ او اعمل له مفاجاه تبقى بالنسبه له خبر منيل، يعني فانا لازم اعمل له اللي يبسطه. فانا عايز ابني اعمل له اللي ايه، اللي يبسطه. ودي اعرف ابنك، ربيه في طريقه، هو بيحب ايه اعمله له. لما ايه بعمله اللي بيحبه، بعمله الاكل اللي بيحبه، بجيب له اللعبه اللي بيحبها، بسمح له يلعب في الوقت اللي هو عايزه. فماني عايز اقوله ايه؟ فلما اجي اقول على لا ويصر هو انه يعملها، يبقى من حقي 100 مره ان انا اقدبه وهيقبل وهيعتبر ده حب. العكس بقى صحيح، انه كله لا وبعدين في الاخر هنقعد نعاقب طول النهار. فهمتوني بقول ايه؟ عشان كده نمرة ستة الديسيبلين، ها؟ في خمسة قبلها. لو الخمسة دي معمولين، الستة دي بتبقى سهلة قوي. سؤال هنا تاني؟ كان في سؤال زمان قوي حضرتك قلت لنا عند التقديم. كنا صغيرين. من زمان. من كام حلقة كده. الفلوس. أنا بفكر إنه الفلوس ضد مش مبدأ في حياتي إن أنا أساساً أكافئ بيه عيالي. لانه لو انا اساسا كفيت عيالي بالفلوس معناه ان انا بحببهم في الفلوس، ولو انا حببتهم في الفلوس وحسستهم ان دي قيمه انا بديها لك نتيجه حاجه حلوه عملتها او تشجيع او او او، فانا بدخله في سكه ما ينفعش يخشها دلوقتي. عايز تعليق حضراتكم. يعني اللي انت قلته ده صح، ان الفلوس ما تبقاش ولا يعني ولا الحرمان منها عقاب، ولا ان انا اديها مكافاه. لو في سؤال تاني في الفلوس ممكن نتكلم فيه، بس اللي انت قلته ده صح. هي موافقك بالذات وهو صغير، يعني وهو صغير مش فلوس، مش عايز اعوده ان الفلوس دي حاجة مهمة، مش عايز اعوده ان الفلوس دي حاجة ليها قيمة. لكن المكافأة اني هعمل له حاجة نفسه فيها، هجيب له اللعبة اللي نفسه فيها، بيحب الشوكولاته هجيب له ايه اللي بيحبه اجيبه له. فبالطريقه ديت المكافاه مش فلوس ويحوشها ويبقى معاه فلوس ومش عارف فاهمين اللي عايز اقول ايه، ويبقى معاه فلوس قدام صحابه. الخطوره ديت ان المكافاه فلوس، انا بحوله الى نظره ماديه قوي قوي قوي، غير اني بحقق له امنيه كان نفسه فيها. يعني انا يعني اوافق معاك اكيد في الحكايه دي. لما بيكبر وخلاص الفلوس ما بقاش ذي قيمة، وهو محتاج فلوس عشان يخرج مع أصحابه، بالنسبة له اديني فلوس أحسن ما تديني حاجة أنا ما أقدر مش عايز استخدم. يعني لما بيكبر الوضع مختلف تماما عن وهو طفل صغير، يعني ما ليت تين ايجر، يعني ما 16 فما فوق أو 17 فما فوق بالضبط كده.
بيخرج لوحده محتاج انه يصرف بالظبط كده. وديله في الحدود، ومش معنى ان هو ما صرفش فلوسه كلها. وانا كده كده انا كده كده يعني ايمان عندها مبدا مهم قوي في حكايه الفلوس ده، ان انا مش عايز ابني دايما يبقى مزنوق ابدا، طالما اللي معايا خليه دايما مش مزنوق، ما بديلوش مصروف زياده عن اللزوم فيبقى عايش في بزخ ملوش معنى، لكن لو الفلوس قلت معاه اديله القليل اللي دايما يخليه مش مزنوق. الاحساس انه مزنوق ماديا ممكن يدفعه لحاجات مش مظبوطه في حياته، فالاحساس دايما انا مش مزنوق وان عندي بابا وماما اللي حاسين بيا اللي في حدود المعقول انا بصرف، ده بيديله احساس بالامان وبالطمانينه. يعني يكون معاه اللي يخليه مستريح، وفي نفس الوقت بفهمه قيمه الفلوس. يعني ايه مستريح؟ بس ممكن مستريح دي خرج مع اصحابه، دخلوا كنتاكي او دخلوا فول وطعميه، ولا دخل مزنوق يعني حسب ظروفي انا كعيله، وحسب أيوة. حسب مستواي الاجتماعي اللي انا عايشه. انا مش هعيشه لا في اقل من مستوايا ولا هعيشه اكتر من مستوايا. واتكلم معاه في الحته طبعا، لكن مبدا ان انا ابقى زنقه عليه ماديا علشان مثلا، يعني ده اللي بفكر فيه، ان انا اقدر مثلا اديله انه يكون بيخرج في كنتاكي مع اصحابه، لكن لا ما اديلوش علشان مش عارف ايه، او اديله ازيد عن اللزوم، لا يعني المهم ان يكون زي المتناسب مع عيلتي ويكون وسط اصحابه دايما، يعني ما فيش احراج، مش محرج، مش محروم، وبالعكس اكون ميال ناحيه ان انا اكون سخي معاه عن ان انا اكون مزنق، وفي نفس الوقت بفهمه قيمه الفلوس اللي انا بديها له، انه بابا بيتعب في الفلوس دي عشان يجيبها، انه في ناس ما عندهاش واللي انا هوفره ده ممكن يساعد بيه حد تاني، فدايما دايما بفهمه قيمه الفلوس، وفي نفس الوقت مش محروم ومش مزنوق ومش محرج، بالعكس الجينيروزيتي او الكرم من ناحيتي ناحيه العيال ده بعلم الولد نفسه الكرم، فانا من ناحيتي بكون كريم معاه وهو بيبقى كريم مع الاخرين، ومبدا الكرم في البيت مبدأ حلو إنه يكون موجود بيننا مع بين بعض كأسرة، وبنعلمهم إنه الكرم دايماً مبدأ جميل بينك وبين أصحابك، يعني فاهم؟ فالكرم وإنك أنت تبقى سخي وبتدي للي حواليك دي، ده مبدأ حلو الطفل يتعلمه مع إحساسه بأهمية الفلوس في نفس الوقت. عزيزي المشاهد، أحبائي، أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة، أشكركم عشان النقاش الجميل والثري ده اللي بيعبر عن ملايين المشاهدين اللي بيتابعونا. إلى أن نلتقي، ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. مجدست المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز، والسي دي هات الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.